الاوساط الاسرائيليه تراقب كل صغيره وكبيره في الداخل العراقي وهي تنظر وتركز بشكل خاص على الفصائل المسلحه المواليه لايران وما ممكن ان يكون قادما في العام القادم الا وهو عام 2022 وكذلك الفويس اوف امريكا يوم امس كذلك تحدثت عن نفس الموضوع تركز على الفصائل المسلحه واعتبرت بان عام 2022 سيكون عاما صعبا سيعاني منه العراق ما يعانيه لعدد من الاسباب المهمه، هذه الاسباب كلها تاتي وهذا التركيز على العراق بسبب بان هنالك ليس هنالك اي وضوح من طبيعه الفائزين في هذه الانتخابات ومقدرتهم على حل المشاكل التي يعاني منها العراق او بناء الجسور مثلا بين الاطراف المتنازعه لا ابدا وايضا اعتبرت الفويس اوف امريكا هي ان الفصائل المسلحه المواليه لايران في العراق هي الخطر الاكبر الذي سيعاني منه العراق كثيرا وذلك بسبب ان هذه الفصائل هي تتعرض الى تهديد وجودي حقيقي وهذا بسبب لان شعبيتها انخفضت هذه الفصائل، خسرت هذه الانتخابات، العراق اقترب في الفتره الاخيره من حضنه العربي من الاردن، من المملكه العربيه السعوديه، اقترب كذلك من مصر وايضا تمكن العراق من جعل ايران والمملكه العربيه السعوديه ان يجلسوا على طاوله واحده في العراق لاول مره لتصفير المشاكل لتطبيع العلاقات بغض النظر، جلس هذان الطرفان في الداخل العراقي وبهذه وعلى هذا الاساس هذا يعتبر تهديد لهذه الفصائل المسلحه لان هذه الفصائل تعتاش على المشاكل، تعتاش على هذه التفاصيل وعلى هذه الامور، على هذا الاساس توقعت فويس اوف امريكا بان الفصائل المسلحه ستصعد على اعلى المستويات وسيكون الهدف الاول هي القوات الامريكيه بشكل مباشر، اما جروزلم بوست الاسرائيليه وهنا التركيز الاسرائيلي على هذه التفاصيل وجدت بان الفصائل المسلحه الان حقيقه هي ستستخدم عددا من التفاصيل من اجل التصعيد وكسب العديد من الامور التي يهدفون اليها، وانتقدت مباشره السياسات الامريكيه الاخيره في العراق الا وهي سحب القوات القتاليه الامريكيه وابقاء 2500 عنصر لانها وجدت بان القوات الامريكيه لم تغير شيئا هنا، هي جاءت من اجل تخفيف الضغط على الحكومه العراقيه بحسب عدد من التفاصيل ولكن هذه الفصائل المسلحة لم يتغير شيئا واعتبرت بأن خروج آخر جندي أمريكي هو الحل لهذه القضية وستستهدف القوات الأمريكية لذلك وجدت الجروزلون بوست بأنه لم يأتي هذا بأي تغيير بالنسبة للعراق وما ممكن أن تهدف إليه الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا وجدت بأن هنالك ازدواجية في طبيعة التعامل مع الإسلام الراديكالي إذا كان على مستوى داعش وعلى مستوى الفصائل المسلحة وجدت أن الولايات المتحدة الأمريكية ممكن أن تقطع الاف الكيلومترات من اجل محاربه تنظيم داعش ولكن الفصائل المسلحه تعتبر قضيه مختلفه، واعتبرت بان الفصائل المسلحه هي خطيره للغايه هي تستخدم الطائرات المسيره لاستهداف القواعد الامريكيه على مستوى عالي للغايه مقارنه بتنظيم داعش وهي تهدد المنطقه باكملها، تضرب المنشات النفطيه تهدد على أعلى المستويات ولديها أجندة خطيرة للغاية فبالتالي استغربت الجروزون بوست هذه القضية وعلى هذا الأساس وجدت أن القوات الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية بهذا القرار بسحب القوات القتالية وبهذا الإعلان أعطوا رسالة ضعف إلى إيران وتفضل يا إيران خذي العراق على طبق من ذهب وكذلك خذي أيضا سوريا وسيتعزز التواجد على مستوى حزب الله اللبناني ضد اسرائيل بشكل مباشر، على هذا الاساس وجدت بان الولايات المتحده الامريكيه عليها ان ترسل رسائلا واضحه بان هذه الفصائل المسلحه او ايران او غيرها باي شكل من الاشكال على الولايات المتحده الامريكيه ان تكون قويه برسائلها تجاه ايران، اما الان فالامور ضعيفه للغايه، والان بما اننا نتحدث عن طبيعه هذا التركيز الاسرائيلي الامريكي على الصراع الامريكي مع الفصائل المسلحه ومع ايران، في نفس الوقت يبدو داعش يمتلك فرصة كبيرة للغاية للعودة بأي شكل من الأشكال وهذا طبعا بسبب النقاط التي يتواجد بها داعش وممكن أن يستغلها يعني لو ذهبنا إلى خلية الإعلام الأمني وآخر عملية لسلاح الجو العراقي في هذه النقطة التي نشاهدها التي تمت في يوم 19 التاسع عشر من هذا الشهر تمت على هذه النقطة التي قتل فيها عنصران من تنظيم داعش الإرهابي في ديالة في ناحية السعدية هذه النقطة مثيرة للغاية هي توضح طبيعة التواجد داعش داعش في العراق وكيف ممكن ان يستغل مثل هذه الصراعات ان احتدمت بشكل عالي، اذا توجهنا الى القمر الصناعي للنقطه التي ضربها سلاح الجو العراقي بشكل مباشر هذه هي النقطه التي كان يتواجد فيها داعش، هنا بهذا الاتجاه كانت الضربه التي ادت الى مقتل عنصرين من تنظيم داعش كما تحدثنا منطقه زراعيه واضحه تماما، دعونا نبتعد قليلا من هذا القمر الصناعي لكي نلاحظ أين هذه النقطة وأين هي تتواجد هنا بهذا الاتجاه كما تلاحظون بهذه النقطة هو المنطقة التي تم ضربها من قبل سلاح الجو العراقي من هنا بحيرة حمرين ومن هنا ناحية السعدية على مسافة أربعة كيلومتر فقط إلى شمال ناحية السعدية هذه النقطة التي استهدفها أو استهدفتها القوات العراقية دعونا الآن نذهب إلى صورة أبعد لكي نلاحظ هذه النقطة وأين هي ولماذا هي استراتيجية شوف داعش هو كله موجود هنا هذه هي بحيرة حمرين التي تحدثنا عنها وبالتالي داعش لو لسبب من الأسباب مع انسحاب القوات الأمريكية مع احتدام الأمور ممكن لداعش أن يسحف بشكل رهيب وتلاحظ بأنه انتشر فجأة في هذه الخارطة وذلك عن طريق ناحية السعدية التي تحدثنا عنها على مسافة كيلو كيلومتر وبالتالي هذا يفتح الباب للوصول إلى هذه النقطة المتمثلة بناحية حمرين وهنا الزراكشة كذلك ممكن أن يسيطرون عليها وهي ستفتح الباب سريعا للوصول إلى ناحية المنصورية بهذا الاتجاه تقريبا وكذلك المنصورية هذه كلها مناطق موجودة ونواحي موجودة في داخل دياله وبعد ذلك الوصول إلى المقدادية ومنها إلى بعقوبة المسافات لا تصل إلى 20-30 كيلومتر من هذه المسافات التي نتحدث عنها وحتى على مستوى الحدود العراقية الإيرانية هذه هي تقريبا الحدود العراقية الإيرانية هنا الأراضي الإيرانية ممكن جدا أن يتقدموا يعني ممكن لهم من هذه النقطة التي نتحدث عنها أن يتوجهوا مباشرة إلى جلولاء بهذه النقطة التي تبعد تقريبا 8 كيلومتر وبعدها ينطلقون مباشرة إلى خانقين وستجد داعش مسيطرا ومنتشرا بهذا الشكل مع الصراعات التي نتحدث عنها ليس هذا فحسب بل ان البزنس انسايدر اهتمت قبل ثلاثه ايام بتفاصيل مثيره وقارنت اول سنه للرئيس الامريكي جو بايدن هذا العام مع اخر عام لدونالد ترامب من ناحيه الضربات الجويه على عدد من المستويات الصومال، العراق، وسوريا جمعتها جميعا ووجدت لأن يعني جو بايدن انخفض عن دونالد ترامب بنسبة 54% بالضربات مقارنة كما تحدثنا بالسنة الأولى لبايدن وبالسنة الأخيرة لدونالد ترامب، العراق وسوريا انخفضت فيها الضربات في زمن جو بايدن بنسبة 71% 88% انخفاض في الصومال، ليس هنالك أي ضربات على مستوى اليمن وأغلب الضربات التي قام فيها جو بايدن هي على أفغانستان، وبالتالي الضغط على تنظيم داعش أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية انخفض بشكل كبيرا للغايه لذلك هنا الخوف الاوساط بعض الاوساط قلقه جدا من عوده داعش باي شكل من الاشكال استغلالا للظروف التي نتحدث عنها ولكن في نفس الوقت ايران ايضا وصلت الى مديات لم يكن يتوقعها الكثيرون وهذه المديات تاتي مع اطراف بعيده للغايه من عبر المحيطات وهذا جاء من خلال اعلان مهم جدا جاء اليوم عن طريق رويترز من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الرجل أعلن بأنه سيزور طهران الآن قريبا وهنالك ترقب كبير جدا لهذه الزيارة وواضح أن فنزويلا تريد أن تنعش نفسها قليلا إذا ما ذهبنا إلى التريدينج ايكونومكس سنلاحظ بأن فنزويلا هنا تعاني كثيرا هنا كما تلاحظون 1197.5% الانفليشن ريت ألا وهو التضخم في فنزويلا تتحدث أنت عن تقريبا 1200% تضخم رقم هائل للغاية وكذلك المستوى الاقتصادي اقتصادي على مستوى الجي دي بي فيه تاثر كبير جدا كله على السالب وكذلك بالنسبه لميزانيه الحكومه الـ Government بادجت واصله الى سالب 30% بالنسبه لفنزويلا لذلك واضح بان الرئيس مادورو يبحث عن صفقات نفطيه بتروكيماويه ليستفيد منها وايضا تفتح مجالا لايران لبيع المزيد من النفط في ظل الضغوط التي تعيشها وفي ظل ان المفاوضات النوويه مهدده للغايه ولكن هناك نقطه مثيره في هذه القصة بأكملها بالنسبة لفنزويلا العام الماضي الرئيس مادورو ظهر بهذا الشكل تقريبا في شهر الداعش العام الماضي وهو يتحدث عن الطائرات المسيرة وتطور الطيران وفجأة ظهرت هذه الطائرة على الشاشات وهذه الطائرة هي ليست غريبة على الشرق الأوسط نهائيا وليست غريبة على أثيوبيا أبدا هذه الطائرة هي طائرة مهاجر ستة الإيرانية نفس الديزاين نفس التقنية نقلت إلى فنزويلا بشكل مباشر وأصبحت متوفرة بحسب معهد إسرائيل ألما هذا طبعا إسرائيل ألما أخذ تفاصيلا من هذه القصة كاملة واستطاعوا من معرفة المكان والمطار الذي وصلت إليه هذه القطع لهذه الطائرات هنا كما نلاحظ في هذه النقطة بحسب إسرائيل ألما من العاصمة الفنزويلية كاراكاس هي تأتي إلى شمالها في هذا المطار تماما تجمع القطع وبعدها تنقل مثلا إلى هذه النقطة من هذه الأراضي رجحوا بأن الطائرات المسيرة ممكن أن تنطلق من هذه النقطة من فنزويلا مباشرة إلى ميامي في ولاية فلوريدا على بعد 1861 كيلومتر هذه الطائرات قادرة بحسب التقارير التي نشرت عنها تستطيع الوصول إلى مسافة 2000 كيلومتر ولذلك هذه مسافات خطيرة للغاية بالنسبة للطائرات المسيرة التي نتحدث عنها وعلى التقدم الهائل ولذلك بالنسبة للجروزلم بوست هي تنتقد كثيرا التصرفات والتحركات بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وتجد أن الفصائل المسلحة في العراق وغيرها الموالية لإيران ستجد العديد من الفراغات للوصول إلى ما تريد الوصول إليه وتحقيقه في عام 2022 <applause>